تميزت جزر حوار بطبيعتها الخلابة التي استقطبت السياح من مختلف أنحاء العالم لما تمتلكه من حياة فطرية مميزة ومشاهد تاريخية، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المختلفة التي يستطيع الزائر أن يستمتع بها عند زيارته. في كل عام وفي الأعياد الوطنية يحتفل مجموعة من محبي السفر والرحلات بأعياد البلاد خارج المملكة، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية والتحدي العالمي الذي يعيشه العالم قرروا الاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين في جزر حوار، وذلك لإنعاش السياحة الداخلية. احنا جروب كبير كنا سنويا نحتفل خارج البحرين، كنا نحتفل في مصر، في شرم الشيخ، في أماكن كثيرة من مصر، والسنة بسبب الجائحة الكورونا للأسف الشديد ما كان في مجال ان نسافر، فجت الفكره ان احنا نيجي في جزيره حوار الحبيبه بامانه. الجروب اليوم طبعا برعايه يعني الحواج، مجموعه الحواج اليوم بالنسبه حق الاحتفال، لكن بالتنظيم مال الاخ العزيز يعني ابو ربيعه الله يحفظه هشام ربيعه. احنا عشنا الجو الجميل، عشنا الاجواء العيد الوطني، عشنا فرحة جلوس سيدي صاحب الجلالة. بهذه المناسبة نقدم أجمل التهاني والتبريكات لجلالة الملك حفظ الله ورعاه ولشعب البحرين الوفي، ونقول لكم جزيرة حوار أنت في البحرين ولكنك مسافر. قيم حفل أو عيد الجلوس مع عيد الوطن المجيد في جزيرة حوار اللي هي جزء لا يتجزأ من مملكتنا الحبيبة، وحقيقة مع أهل الجروب الطيب استأنسنا وايد، وإن شاء الله نتمنى العام القادم يكون عام جديد وأمن وأمان وصحة وسلامة على الشعب البحريني إن شاء الله. تضمنت الرحلة العديد من الأنشطة الاستكشافية في جزر حوار إلى جانب عروض ترفيهية أبرزت الجانب التراثي الغني لمملكة البحرين. صدق احنا يعني ما سافرنا، لكن الحمد لله استانسنا، رحنا حوار والحمد لله وايد اناسهم ما شاء الله زينه، عروس البحرين الله يتمم علينا نعمته وفضله يا ربي. ما توقعت بهاي الجمال جزر حوار ان هي وايد حلوه، رحنا البحر، الالعاب فيها اشياء وايد حلوه، الحياه الفطريه من الحيوانات شفنا كل شيء، واستمتعنا احنا بهاي العيد الوطني في جزر حوار كأني انا مسافرة. مثل ما احنا ندري ان حاليا بسبب الظروف اللي صارت في العالم وفي الديرة احنا ما نقدر نطلع نسافر، ما نقدر نروح مكان، فحبينا نحتفل في العيد الوطني بمناسبة عيد الجلوس والعيد الوطني، ينحق جزيرة حوار واحتفلنا وروينا ان شاء الله، روينا الشعب، روينا المملكة ان احنا مهما كانت الظروف نقدر نحتفل في العيد الوطني، نقدر نعبر عن فرحتنا، ويعني كان شيء جديد وأول مرة نحتفل فيه في جزيرة حوار ما حد سواها. طبعا اليوم شعور ما يوصف، قاعدين نعيش أجواء كنا برا البحرين ولكن احنا داخل البحرين في جزيرة حوار. طبعا أول مرة نشوف هاي الاحتفال يصير في جزيرة حوار، فأجواء وطنية، أجواء خيالية، فأتمنى الكل ينظم هذه الفعاليات في مو بس داخل البحرين اللي هو مثلا في المناطق المحافظات، لا يدشون هنا في جزر حوار، لان شفنا اجواء غير له داخل الديره. هذه الرحله جمعت عددا من العائلات والاصدقاء من المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبه في اجواء وطنيه تكسوها الفرحه والمحبه. هنا في هذه الجزر البحرينيه التاريخيه الجميله جزر حوار، اول احتفاليه تقام هنا بمناسبه اعياد البلاد الوطنيه، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والشروط الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. احتفل مجموعة من البحرينيين من محبي السفر والرحلات من أجل التشجيع على السياحة الداخلية في الوطن العزيز. عبد الله الحسيني لمركز الأخبار جزر حوار.